اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي ايهاب ممدوح. فيديو النهارده بناء على طلباتكم هيكون عن اخر اخبار موقع AI ماركتينج. ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. قبل ما نروح لاخر الاخبار، لو انت مهتم بمجال الفوركس او الكريبتو او التحليل الفني وعايز تتعمق في المجال ده، هسيب لك كل الفيديوهات دي في وصف الفيديو، وكمان معاها جروبات التليجرام اللي بنعمل عليها لايفات وشروحات لتعليم المبتدئين. نيجي لموضوعنا وهو اخر اخبار AI ماركتينج. طبعا زي ما احنا عارفين، موقع AI ماركتينج موقف السحوبات من حوالي 7 شهور واكتر. الموقع طبعا فقد ثقة كل المستثمرين، وفي ناس لسه عندهم امل ان الموقع يرجع بحجة ان الموقع بتاع الشركة مفتوح ما تقفلش لسه، وبحجة ان الموقع استثمر الاموال في البيتكوين لما كان البيتكوين في القمة، فمستنيين ان البيتكوين يصعد تاني لقمته ويبدأ الموقع يدفع تاني. تتفق او تختلف مع الكلام ده، لكن مش ذنبك كمستثمر يحصل او تنتظر الكلام ده يحصل، لان بكل بساطة اللي حصل من الموقع هي عملية تنويم مغناطيسي للمستثمرين، عدة تأجيلات في الاجتماعات واعطاء مواعيد لفتح السحب، وبعد كده يرجعوا يلغوها ويحددوا مواعيد جديدة ويرجعوا يغيروها. وكان اخر ميعاد حددوه هو ميعاد السحب في شهر 6 او 7 الحالي، والكلام ده ما حصلش اي جديد فيه، وان اصلا تم تأجيل الاجتماعات ليوم 19/7. يعني الموضوع انتهى، مفيش اي جديد في الموقع. نقدر نقول ان ممكن بنسبة كبيرة تمت عملية النصب بنجاح. ده كل اللي اقدر اقوله، ولو في اي جديد بخصوص اي اجتماع او اي اخبار هطلع اقولها كل فترة. ونصيحة اخيرة، حاول ان انت تتجه للاستثمار في نفسك، اتعلم فوركس او كريبتو، اتعلم تحليل فني، اتعلم تسويق الكتروني، افضل من انك تضيع وقتك تنتظر موقع AI ماركتينج. في النهاية ما تنساش ان انت تعمل لايك وكومنت، عشان هختار 2 من اللي عملوا كومنت ولايك وابعت لهم هدية على محفظتهم. يا الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.